سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس الأخير في الوحدة الثانية الجمع في نطاق الأعداد من صفر إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون المرجع في الرياضيات المستوى الثالث نبدأ على بركة الله الأهداف التعلمية من هذا الدرس أضع وأنجز العمليات جمع باحتفاظ وبدونه للأعداد من صفر إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون وأوظفها لحل وضعيات المشكلة إذن سنتعلم وضع وإنجاز عمليات جمع باحتفاظ وبدونه للأعداد من صفر إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ونوظفها لحل وضعيات المشكلة لنبحث جميعا طلبت الأستاذة زينب من تلامذتها إنجاز العملية التالية ألفان وسبعة وأربعون زائد أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون زائد مئتان وخمسة وتسعون وكانت أجوبتهم كالتالي إذن محمد ياسين الجواب ديالو سامي كذلك عطى الإجابة ديالو أي عطت الإجابة ديالها دياله. أول شيء مطلوب منا لنضع وننجز هذه العملية نضع وننجز العملية نفس العملية نضع وننجزوها أنا كنت بديت كنصور الفيديو قبل مهم آه، ألفان وسبعة وأربعون ألفان وسبعة وأربعون زائد أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون دائما الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الآلاف تحت الآلاف زائد مئتان وخمسة وتسعون كما كتشوفوا مئتان وخمسة وتسعون تتكون من ثلاث أرقام إذا نبدأ من الوحدات خمسة تسعة اثنان ثم ننجز اذا لنا نحسب معا سبعة زائد ثمانية ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر خمسة عشر زائد خمسة ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون اذا صفر واحتفظ باثنان اذا اربعة زائد تسعة

سبعة زائد اثنان سبعة تمانية تسعة زائد اثنان عشرة احدى عشر اذا احدى عشر واحد واحتفظ بواحد اربعة زائد اثنان اربعة خمسة ستة زائد واحد سبعة اذا سبعة الاف ومئة وأربعون لاحظوا معايا هنايا من اجابته صحيحة اذا ما ان الخارج هو سبعة الاف ومئة وأربعون فان سامي هو من أعطى الإجابة الصحيحة إذا سامي هو صاحب الإجابة الصحيحة إذا بالنسبة السؤال الجيم لنحدد نوع الاخطاء المرتكبه من طرف التلميذين الاخرين اذا غنشوفو شنو هو الخطا اللي عمل سامي وشنو هو الخطا اللي عملت آية اذا بالنسبه لسامي سبعة زائد خمسة عشر زائد خمسة عشرون سامي في عوض ما يكتب صفر ويحتفظ بإثنان لا اكتب عشرين كامله اذا الخطا اللي قام به سامي بالنسبه لسامي خطا في الاحتفاظ وبالنسبة للآية أنكتشفوا الخطأ اللي عملته آية لاحظوا معي كذلك سامي 4 زائد 9 13 13 زائد 9 22 أكتب 22 كاملة يعني كان خصو هنا في الأول يكتب صفر ويحتفظ بإثنان هنا اثنين وعشرين زائد اثنان ربعة وعشرين ربعة باثنان إذا خطأ في الاحتفاظ بالنسبة للآية لاحظو معايا ألفين وسبعة وربعين زائد أربعة آلاف وسبعمية وثمانية وتسعين زائد ميتين وخمسة وتسعين حطات المئات تحت الآلاف إذا الوضع وضع العملية خاطئ إذا وضع العملية خاطئ إذا اثنان خاصها تكون تحت المئات تسعة العشرات خمسة الوحدات إذا و... خطا اية في وضع العملية خطا اية في وضع العملية اذا الحصة الثانية افهم واطبق اذا جو بوز اي جيفيكتو اضع وانجز اذا عندي هنا 837 زائد 1163 هذا عندي رق... عدد كيتكون ثلاثه الارقام وعدد كيتكون من بعد الارقام اذا اول شيء انقوم به انني نوضع الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرات المئة تحت المئات الالاف تحت الالاف ثلاثة ثمانية عندي هنا العدد الثاني كيتكون من بعد الارقام الف ومية وثلاثة وستين اذا ثلاثة ستة واحد اتقولوا لي بقات واحد يعني واحد ديال الالاف اذا هنا غنكتب واحد هذا المكان لان الجدول العد اللي عطيني فقط فيه وحدات العشرات المئات وكاين جد جدول عد اخر فيه حتى الالاف اذا نكتفي هكذا ونضع الواحد في هذا المكان ما تكتبوش واحد هنا مع يعني 8 لا اكتبوا في هذه البلاصه هذه سبعة زائد ثلاثة عشرة صفر وأحتفظ بواحد ثلاثة زائد ستة تسعة والاحتفاظ عشرة صفر وأحتفظ بواحد ثمانية زائد واحد تسعة والاحتفاظ عشرة صفر وأحتفظ بواحد واحد زائد لا شيء واحد والاحتفاظ واحد إذن ألفان ألفان تساوي ألفان العملية الثانية أربعة آلاف وثلاثة وخمسون إذن كذلك هنا بدو بالوحدات لأن عندي العدد في بعض الأرقام جدول العدد في فقط ثلاثة ديال الخانات ثلاثة باش متوقعش لكم لخبطة خمسة صفر أربعة زائد تسعمائة وخمسة وأربعون خمسة أربعة تسعة ثلاثة زائد خمسة ثمانية خمسة زائد أربعة تسعة تسعة زائد لا شيء تسعة أربعة زائد لا شيء أربعة إذا أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون أتأكد بوضع وإنجاز عمليتي الجمع ثم أصحح بوضع الرمز المناسب إذا عندي واحد متساوية أنت أكدوا واش هي متساوية صحيحة أم خاطئة بوضعي وإنجاز العمليتين إذا العملية الأولى عندي سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة زائد ست مئة وثمانية وتسعون كما كنقول دائما الوحدات الوحد تحت الوحدات العشرة تحت العشرات المئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر ثلاثة احتفظ بواحد تسعة زائد صفر تسعة والاحتفاظ عشرة صفر واحتفظ بواحد ستة زائد ثلاثة تسعة والاحتفاظ عشرة صفر وأحتفظ بواحد سبعة زائد لا شيء سبعة والاحتفاظ ثمانية إذا مجموع الأول ثمانية آلاف وثلاثة ثاني أربعة آلاف وخمسمائة وستة زائد ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ستة زائد سبعة ثلاثة عشر ثلاثة وأحتفظ بواحد ثمانية زائد لا شيء ثمانية والاحتفاظ تسعة خمسة زائد أربعة تسعة أربعة زائد ثلاثة سبعة إذا سبعة آلاف وتسعمائة وتلاتة وتسعون إذا وش هاد العملية كتساوي هاد العملية إذا خطأ إذا ثمانية آلاف أكبر أكبر من سبعة آلاف و وتسعون اذا دائما الرمز الرمز كيكون داير فحال فهم التمساح وكيتجه للعدد الاكبر لاحظوا معايا اذا الرمز هو اكبر وليس تساوي ثالثا احسب ذهنيا ثم احيط رقم الوحدات المجموع دون وضع العمليه نعم إذا غناخدو رقم الوحدات في كل عدد ستة زائد تلاتة ستة زائد تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة إذا رقم الوحدات هو تسعة نحيطه عندي هنا رقم الوحدات خمسة خمسة إذا خمسة زائد خمسة عشرة إذا رقم الوحدات هو صفر لأنها كنوحدو على صفر وكنحتفظو بواحد بالنسبة للعملية الحسابية الموالية عندي صفر ستة صفر زائد ستة ستة إذا رقم الوحدات ستة العملية الأخيرة كنا كذلك رقم الوحدات مع رقم الوحدات أربعة زائد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا رقم الوحدات هو سبعة أثبت تعلماتي عند وضع عملية جمع نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف اذا لاحظوا معي الجمع بالاحتفاظ نديره خمسة زائد سبعة كتعطينا 12 اذا 2 واحتفظ بواحد واحد زائد لا شيء واحد والاحتفاظ اتنان واحد زائد ثمانية تسعة اربعة زائد لا شيء اربعة هذا الجمع باحتفاظ عند اضافة صفر الى اي عدد فان العدد لا يتغير اذا مثلا ضفنا اربعة على صفر كتبقى اربعة ضفنا خمسة الاف على صفر كتبقى خمسة الاف إذا صفر عنصر محايد الصفر عنصر محايد لاحظوا معايا هنا واحد زائد صفر واحد وعاد كنضيفو الاحتفاظ اثنان إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة